كيفتم بقى؟ لاباس عليكم؟ كيف عاملين؟ صحتكم مزيان؟ كل شيء بخير؟ كل مره كنخرج معكم بهاد الحوايج راكم عارفين غير الدار والبيجاما، ودابا الحوايج ديال صلاه عسل اللي في الظهر. هاد ما عاود غنشاركوا معكم. كتشوفوا حدايا الرويه ديال التصبيط. اول حاجه اليوم بعدا فقت في الصباح وبقيت في مطعي فراشي كنتقلب تقلب من هاد الجهه الدور لهاد الجهه الدور لهاد الجهه، راكم عارفين شويه اش قلت واجي نبدل نوط الكنابي نوط عاود الكنابي، بقيت كنقرا واحد شويه من بعد لا بلاتي عاود رجعت للفراش. المهم بقيت كنتقلب تفرجت في دي فيديو في يوتيوب وديكشي. المهم ومن بعد قلت صافي خصني نوض نوض، صليت مع الصلاه ديال الظهر، صليت الظهر وجيت غنبدا معكم لا جورني ديالي ان شاء الله. دونك اليوم كما كتشوفوا هاد الحوايج عرفتو من فوقاش، ملي صبنت ديك النهار وعملت شي بزاف ديال لي ماشين يتصبنو، ها نتوما كتشوفوا مجموعه حدايا كلشي بديت كنطوي وديكشي، وقلت غنشارك معكم هاد لا جورني هادي ديالي. اليوم ان شاء الله صايمه وغنكمل معكم النهار ديالي، غنبدا معكم الطوي ديال الحوايج. حتى نتوما اللي باقي عندها شي بلاكار شي ركينه باقي ما جبدات حتى شي بلاكار باقي مدخشش ما جبداتوش شي حوايج باقي ما طاوشي، ديك البانطوفه اللي شويه كامله وانتوما كضربوا بها كتمشاو بها، ديك السبرديلات اللي كتبقاو تقولوا بلاتي دابا كنستعملها ما نصبناش دابا بلاتي بلاتي بلاتي، حتى هما دوزوا لهم فيما كاينه شي حاجه كنتو مخليينها اون انستانس اون اتوندون سايس مع مشغولين مع الخدمه مع القرايه مع داكشي ديالكم. حاولوا ما امكن هاد لا بيريود هادي تستغلوها في هاد الشيء هذا. الحاجات اللي عندكم كانوا واقفين رجعوا لهم عملوهم هذا، فهمتوا باش تسيبوا باش تلهيوا الوقت ديالكم وصافي. دابا انا هنايا غنطوي الحويجات ان شاء الله صايمه وهذا، ومن بعد غنشارك معكم شنو غنوجد اليوم الفطور. بالنسبه للهربل باقي عندي اللي عدلت والبارح والبارح وي باقي عندي، عملته في الطويصه عملته في الثلاجه، دونك ما غنعملش ما غنضيعش الوقت بزاف في الفطور، غنعمل غير هيدا شي حاجه خفيفه وصافي. المهم هانتوما معايا في هاد لا فيديو هادي، باش ما خرج هاد النهار غنبارطاجيه معكم وصافي. المهم انا وحله في شي روينه انا عملت لكم هاد لابارتي هادي باش نسلم عليكم ونتهاود معكم، هيدا كنتشجع فاش كنكون كنهضر معكم كنتشجع انني نخدم ونعمل شي حاجات، وكنتونس معكم بحال نتوما دابا جالسين حدايا هيدا وكنتهاود معكم جالسين انا وياكم وكنتهاودو. المهم هادشي اللي كاين، نتوما تهلاو فراسكم وغنخليكم مع لا فيديو. نتوما كما قلت لكم حاولوا تشجعوا لي، انا باقي شي حاجه عكزانه عليها بحال الحوايج انا هادي شحال وانا عكزاه عليهم خليهم فوق هاد السداري هذا، وكنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم ندوزو غدا ندوزو، وكيبقاو هنايا بقاو كيستناوني فهمتوا. ايوا دابا قلت غنتوانس معكم وغنطويهم ان شاء الله، هادشي اللي كاين دونك خليكم على فيديو. كيفاش عامل ها هو السطيول ومع هذا الشهاده ديالو. مهم ها طرق الاستعمال ديالو كيفاش عاملين، فيه جوج د الجهات انا غنوري لكم من بعد، فيه جوج د الجهات واحد جهه كتعمل فيها الماء واحد جهه كتخليها،
ديالي كتعمل فيها الماء كتبقى تخشي منها هذيك اللعيبه بتجففها ديالها، كتبقى تخشيها ومن بعد كتخشيها في جايه اخرى باش كتعصر وكتدوز. ها هو هنايا باسمي كلشي، ودابا غنفتحوها. والله الا فرحانه هاد الايام كامله. مثلا كنبغي ندوز جفاف في الدار، كنعمل جفيف غير بجافيل وهذا، كنبغي غير ندوز جفاف بحال ديك النهار سياقت بالحق شي مرات، كنبغي غير ندوز جفيف غير غفافي ساعه، كنتعذب فيه وكخصني يدي حرقتني، وكخصني كل شويه نبقى نحني وهذا. دونك شريت هادي، ها هي اولا هاد جوج ميطعات هادو هما اللي كتزولهم باش كيتخوى الماء، ها هو هادي وهادي. وهنايا هايا هنايا مكتوبه واش، وهنايا دراي، هنايا فين كتغسل وهنايا فين كتعصر، كتعصر باش تنشف. هنايا ديك تشيك تشيك ديك الحرج ستراتش، ها هو هنا فين كيلصق الجفاف، ومعاه قالوا لي معاه خمسه د الجفيفين، ها هما ها كيفاش عاملين مقطنين مزيونين. وتجي هادي هادي باش كتلصق هنايا، ها هي هيدا، وخلينها من هاد الجهه. وي بلاتي كتخشيها بعدا من هنا من هاد الموطع هذا، وهادي وهادي ها هو شوف كتخشيهم هنا كتوحلهم. صراحه انا في عوض نجبد الكتاب ما جبدتش الكتاب، جلسه كنخترع كنكتشف، وكنعملوا لها هيدا صافي. وهنايا باش ما يجيش العود طويل عنده، ها هو وشوفوا لاحظوا العود كيفاش كيمشي وكيجي، العصا ديالها ما كيبقاش اتجاه واحد باش كتحركوه على خاطركم، على حساب شنو الموضع اللي كتحطو. وهنايا لي زيكستونسيون ديالو باش عاد كيرجع عصي كامل، غنزولو من البلاستيكه ديالو. بسم الله اللورا، هادي يمكن هي الفوقانيه وهادي هيدا، ايوا ها هي، وهاد التالتة هيدا ها كتخشيه وكتدور، كتخشيه وكتدور، ايوا زيد هنايا هاد المانجو باش كتشبر ورطيط. طب شوفو بحال ديك اللي كيعملو العوال صغارين باش ما يضربوش في الارضيات وفي الحيوط، بحال هيدا عاملها هو. وهنايا غنخشيوه هنا باش نكملو اللي باقي كندورو مزيان. صافي ها هي الجفافه ديالنا، اوه اي لايك ات، نوريها لكم كامله. عجبتني، جو سوي تري ساتيسفيت الصراحه. نكمل لكم الثاني. الو هنايا عندي خمسه ديال الجفيفات، كيعطيو معاه خمسه ديال الجفايف، ها واحد تما مركب، الثانيه الثالثه الرابع، وي ها الخامس، وين زيد هادو غنخليهم من بعد ميكي يخسر واحد. هنايا شوفوا باش ما بقاش هنايا، هاد الجهه المهم هي ديال الغسيل، وهاد الجهه هي ديال التعصير، خصني نفهم الميكانيزم كيفاش كيخدم، ومن بعد غنبقشش فيه مزيان وغنعرفو كيفاش كيخدم. صافي كيفاش كيعصر، اما هنايا الغسيل راه باينه كتعمل الماء والصابون هنا وكتعص وكتصبن. صافي هادشي اللي كاين. وهنايا واحد الحاجه عندي هنايا مزيونه في الحومه بعدا، كتسمعوا ما كنحتاجش انني نخرج نمشي حتى للسوق ولا شي حاجه، كيدوزوا هنايا ديك لي مارشون امبولون اللي كيكونوا كيدوروا بالكراس ديالهم ولا ريبورتر ولا شي حاجه. هاو سمعتو كيعيط الربيع ربيع، كيبيعو ديكشي اللي خصنا الحمد لله.
ما زعما الواحد ما تخسرش شي حاجه، يبقى جالس غير في الدار ويطلق ودنو. عاد ساليت الحوايج الصباح وانا كنطوي، دي تقريبا شي ساعتين وانا كنطوي. مهم ساليت ديت شي وحدي لداخل ستفتهم، باقي هادشي هذا كامل خصني نعاود نستفو، خصني نستفو في البلاكار. طويت هنايا كلشي عاد غنمشي نستف، ومن بعد مع الحوايج راكم عارفين كيطلقوا الغبره، كيطلقوا ديك الخمله ديالهم، كنجبر فيهم شي صبا كنزول ولا شي حاجه. هنايا غنعاود ندوز جفيف، طبعا غنجرب هذا اللي شفته دابا، عاد هذا ديال لي السطيوه اللي انزل من جوميا غنجربوه هو باش غنجفف باش نوريكم كيفاش كيخدم. صافي هادشي اللي كاين، دونك خليكم على فيديو باش تشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديال لكم. دابا من الكوزينه غنوجد واحد الفطائر، هانتوما شفتوا بعدا بالنسبه للجفاف ضغيه 3 دقائق ما كاملاش يكون ساليت التجفيفه ديال هنايا وسط الدار والكوزينه. دوزت غير دغيا نجفيف بجافيل وصافي على حساب ديك الغبره، وراك شفتوا شحال ديال الخمله. مهم واعر تري تري براتيك. هنايا غنعمل قلت لكم واحد الفطائر، غنبارطاجي معكم طول سويت المقادير دغيا. هاد الفطائر كتعدلهم زينب، انا في لوليان ديال لاشان غنخلي لكم في لا بار ديال ديسكريبسيون، غنخلي لكم اللين ديال لاشين زينب الا بغيتو تشوفوهم عندها. انا شفتهم عندها وعجبوني وسهلين، داكشي علاش زعمت نعدلهم. اول حاجه المقادير، كاس ونص ديال الحليب بارد زعما ماشي سخون، سكر فاني، جوج ديال الخمارات، جوج دانونات مسوسين، بيضه والطحين على حساب الخليط، وطبعا هذا الفوي اولا الباتور باش غتخلطوا. وهنايا فين غنخلط، دونك غنبداو بالطريقه، انا غنخلي لكم لا فيديو كتشوفوها وتبعوا الطريقه اللي غنعمل. هنايا ها هو الخليط ديالي، ملي ساليت له التحرك زدت له الخميره وحركته، ها كيفاش كيجي نوريكم القوام ديالو. كيجي هيا كيجي ما ثقيل بزاف ما جاري بزاف، كيجي ثقيقل شويش، ضروري يجي ثقيقل فحال تقريبا ديال الكيكه. فنخليه شويش يرتاح غير للطون باش ندير براسي الدنيا هنايا من عليا، وديك الساعه انت غنجي نطيبو في المقله ديال البغرير. الوغ لي زامي، دابا غنشعل البوطه ديالي، هذه المواسطه المقيله، انا دهنت فيها الزبيده غير في الاولانيه اللي كندهن الزبده، في اخرين ما كنبقاش ندهن. وجدت سباتول ديالي، وجدت ها هو الخليط، خليته هنا يرتاح. قلت لكم اون اتوندون جمع داكشي، ها كيفاش كيجي شفتم كيعمل واحد النقيطات، ماشي كتخليه غير يرتاح بزاف غير لو طون باش توجدوا المقله وصافي، زعما ماشي غير شويش.
وغنبدا نطيب ان شاء الله. خليكم على فيديو. الكالات ديالي كيفاش كيجيو ميشوشو، ها هما كيجيو مزيونين، كيجيو مقطنين، كيجيو خفيفين. الصراحه خصكم تجربوهم وسهلين، ما فيهمش المقادير بزاف. بالنسبه للمقادير عاد فكرت ما قلت لكمش واحد الحاجه، السكر سنيده كاين اللي كيبغي يعملو كاين اللي ما كيبغيش. انا شي مره عملتو، هاد المرات قلت ما غنعملوش باش نجربو، غنعمل معاهم جبينه. هنايا وجدت معاهم حتى الكونفيتور ديال الفريز اللي كنت عدلت وبارطاجيته معكم في انستغرام. صافي هادشي اللي كاين اتاي غنوجدو. وبالنسبه للفطور عندي هربل باقيلي غنسخنو ونعمل مع الحليب ونفرق الصيام. هادشي اللي كاين هنا ميشوشو، غنكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم واستنوني في دوطخ فيديو ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك ولي كومونتير ديالكم ولي لايك، وغنقول لكم بسلام عليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو فراسكم بزاف، ميشوشو، بيزو، باي باي.